أهم العناوين. الليلة الأهلي يواجه الجونة على ملعب السلام في الدوري. الفريق يرفع شعار لا بديل عن الفوز في سباق تجميع النقاط المؤجلة. السولية بدل عاشور ومؤمن جاهز للمشاركة. قمصان يقود تدريبات الغائبين عن لقاء الجونة. يوسف يطمئن على تأهيل صالح جمعة. استاد القاهرة جاهزون لاستقبال مباريات الأهلي نهاية يناير. محمد صلاح يقود ليفربول الليلة أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي.